بارتفاع مستمر تواصل الجامعات العراقية التقدم في التصنيفات العالمية، 26 جامعة حكومية عراقية فضلا عن عدد من الجامعات الأهلية تحقق مراتب تنافسية هامة لأول مرة في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت تعزيز حضور الجامعات العراقية في المستوعبات العالمية بخطوات علمية ممنهجة. هذه النتائج ربما يفسرها سبب واضح، هو حصول العراق على المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز العالمي، نرتقب دخول 50 جامعة في تصنيف التايمز، وهذه المؤشرات حقيقة ينبعث منها دلائل طمأنة وأمل على أن مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعد تقتصر على البيئة المحلية، بل هي أصبحت جزءا من حركة التعليم العالي العالمي. جامعة بغداد تتقدم الجامعات العراقية سواء بتصنيف التايمز أو المستوعبات العالمية، خصوصا وأن بعض التخصصات فيها دخلت في تصنيف شنغهاي للموضوعات، فضلا عن صعود مؤشر البحث العلمي بتعزيز مسارات الجودة والتي منها تنطلق الجامعات نحو العالمية باعتماد مسار بولونيا، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجامعات للحصول على الاعتماد الدولي والأكاديمي. واحتلت جامعة بغداد المرتبة الأولى، هذا يعتبر إنجاز كبير لوزارة التعليم العالي، إنجاز كبير للحكومة العراقية في مشروعها الجديد. الخطوة الأساسية في دخول هذه التصانيف هي جودة التعليم العالي، جودة البحث العلمي. نحن في كلية الطب جامعة بغداد ننطلق من مبدأنا في الأصالة والريادة والتميز، حصلنا على المرتبة الأولى بتصنيف التايمز، وهذا إجا بعد جهد كبير من أساتذة كلية الطب في جامعة بغداد في مجال البحوث، في مجال النشر العلمي. باعتماد السمعة الأكاديمية والتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة، الجامعات العراقية تعزز رصيدها وموقعها في تصنيف التايمز للجامعات العربية، متقدمة بمواقع تنافسية هامة ولأول مرة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.